50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. اليوم باش نشوفوا رياضة جديدة بدأت مع جيل جديد في مكثر، رياضة تعتمد على الذكاء وعلى الاستراتيجية، الشطرنج، وباش نشوفوا مع نهى غرامها باللعبة هذه. أنا نهى الجعيدي، ناشطة في نادي الشطرنج دار الشباب مكثر. غرامي بالشطرنج بدأ بعد ما تفرجت في سيري The Queen's Gambit اللي تحكي على طفلة صغيرة بدأت تغرمت بالشطرنج في عمر صغير ووصلت بطلة العالم، وصلت لبعيد. يخي حبيت وقتها، كنت ما نعرفش حتى نحرك القطايع، بديت بشوي بشوي. كان عنا المدرب متاعنا ماهوش عادي، جملة الحق يعطيه الصحة، هو غرمنا بيه، علمنا نلعبه مش للربح ولا للخسارة، علمنا نلعبه بس للفن، للمتعة، القوم تاع الشطرنج. ماهوش عادي بالحق، عنده فنيات مش عادية، نجم حتى يلعبوا عينيه مغمضة. اخر مدة عملنا تصفيات، ترشحت فيها باش نمشي للاولمبيات الجهوية نتاع الشطرنج نهار 20 مارس، وان شاء الله نعمل حاجة بيه. الشركة نتاع كابولي هذا هي لا كاز دي سانك اللي هي حاليا ضايعة. وكان لنا لقاء مع المدرب المتطوع في تدريب النادي هذا، واللي باش يحكي لنا على النادي وعلى الصعوبات اللي تواجهه. بالنسبه للشطرنج في مكسر هنا، غزو بعض الاولياء على تشجيع اولادهم، غياب الامكانيات بحكم انها رياضه مغموره شوي في الشمال الغربي رغم تالق بعض فرق، الا انه هنا ثماش تشجيع، وحتى المجموعات اللي عملتها من قبل جاتهم اهتمامات اخرى، وممكن زاد سما منهم شال الجامعه ونضم الفرق اخرى، ولا اللي غير الهوايه نتاعه والله اعلم. رغم مجهودات شباديس، الا اني كالعاده يد واحده ما تصفقش، ومن 2004 ونحاول نعمل جمعيه كما عملت قبل في سليانة جمعيه، والحمد لله وصل ممبر منهم هز بطوله تونس فرديه. البشائر ديما تطمن، والبدايات كلها سهله، المشكله في المواظبه، في المواصله، وفي الغرام. في 13 مارس 2021 لعبيت تشكى من نقص الدواء في سبيتار مكثر. ماخذت ثلاثة شهور التالي، عديت هاني كل أسفار، ما هزيتش الدواء، هزيت واحد بركة وزدت اليوم كيف كيف عديته، ما هزيتهوش الكل، الدواء ناقص. يعني ديما هكا؟ ديما هكا، هذه هي الحكاية، ديما ونجي نعدي بالمستحيل، هزيت دوايا كان. أنا راجلي عم جلطة مثلا، اشترى الدواء ما بوش، مرة ناخذه ومرة ما ناخذوش. جمعة مثلا 15 يوم ناخذ 15 يوم ما لقاش شطر بثني. انا توها عطوني دواء على الدوخه ما خذيتوش مثلا. دواء جمله واحده في مكتب، جمله فما حتى دواء. وكا احنا حاجتنا بالدواء، هذاك علاش حاجت هكا بلي هاو الدواء. جيت عديت هاو الدواء شعطوا باري اربع كعبات هاو، وباري نمشي نشري دواء من برا، ما عنيش دواء، ما عنيش هكا وسالي. حبينا نعرفوا المشكله نتاع نقص الادويه منين جايه، وتواصلنا مع مدير المستشفى المحلي بمكثر باش يحاول يفسر لنا شنو اسبابها. كرونيك تصوب دواء الدم والسكر في امونك في فارماسي سنترال الاسكاليه، مش موفر الدواء بالكميه اللازمه. معناتها لو اكزومبل نعملوا كوموند 5000 كومبريمي ماك تبعثوا لنا 1000 اكزومبل هكاك، ومرات ربتير تلقى ستوك زيرو جمله واحده تنعدوا مثلا الكوموند ترجع لك زيرو الكل. مرات بعد المرات يبعثوا لك كونتيتي صغيره ما تغطيش مثلا المرضى الكل في مكتر. اي حتى الحاله هي كل اولويات لمحال، انت محاليات تفرض عليك ياخذ مثلا اخبار زيرو شوي. يبقى السؤال المطروح، زعم الوقتيه باش تبقى ازمه نقص الادويه في حدود الناس، نقدم خطوه للاخرين.